مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن موضوع كده اتقال من فترة كبيرة واتقال كده ايه بشكل هزار. عمرو دياب هيغني راب. فالناس استغربت، ايه عمرو دياب هيغني راب؟ مش فاهم. وحتى طلع خالد تاج الدين الشاعر الكبير وهو دلوقتي بيغني راب، يعني ففي كذا تصريح ليه قال انه ممكن، مش عارف ايه، لا مش اكيد. يعني الموضوع كان بهزار، ما كانش خبر بشكل حصري او خبر اكيد، ولكن كنت ممكن اطلع في وقتها بقى واركب الترند واروش، او ان انا اطلع اتكلم في اي حاجه. لكن انا كده ايه خدت وقتي وفكرت، قلت طب هل ممكن فعلا عمرو دياب يغني نوع موسيقى جديد زي الراب؟ انا وجهه نظري انه عمرو من المطربين القلائل جدا اللي غنى كل انواع الموسيقى كلها تقريبا بالاستثناء تكنو هاوس لاتين روك، نقول ايه تاني، مش عارف، يعني كل حاجه، يعني كل الانواع. حتى يمكن الراي كمان مع الشاب خالد في اغنيه قلبي، ده وجهه نظر ان هي تعتبر موسيقى راي. يعني الاغنيه قلبي هو الشاب خالد في البوم قمرين سنه 99. فانا وجهه نظري انه ممكن تبقى خطوه، على فكره ممكن تبقى خطوه جامده جدا، ولكن لازم يتعمل لها حساب قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى لما نيجي للريتم بتاع الراب بشكل عام، دايما بيكون معظمه، مش كله ولكن معظمه، بيكون الريتم السريع. يعني الكلام دايما الراب بيبقى مستوحي من الحياه، يعني الكلام دايما بيكون ايه، مش شرط واحد وحبيبته. وده ممكن عمرو يعني الكلام مش صعب ان عمرو يغني راب ككلام، فاهمين؟ لانه المواضيع كتير وعادي مفيش مشكله. يعني اغنيه شكرا كده على اللي سابنا دي ممكن تبقى راب ككلام، يعني مفيش مشكله. اللحن احنا بنحكي عمرو غنى ارتام كتير جدا، يعني كذا رتم سريع، رتم يعني الله لا يحرمني منك دي. حتى يتعلمه لما عملها بشكل كده زي ريميكس او حاجه كده، يعني الستايل ده عمرو مش بعيد عنه. ولكن انا وجهه نظري كان في كلام وفي كده شويه صور بينه وبين ابنه عبد الله، وعبد الله ما اعرفش هو بيغني نوع مزيكا ايه، ولكن لو في داي وبينه وبين عبد الله وعبد الله هيغني راب، انا اتمنى ان الجزء بتاع عمرو يكون على بيت راب، اوكي، يعني على بيت راب، لكن ممكن جمله لحنيه الشغل بتاع عمرو. انا اتمنى، وزي ما قلت من شهرين مش فاكر من قد ايه، قلت اتمنى انه عمرو يعمل اغنيه عالميه، مش شرط تعمل البوم كامل، اعمل اغنيه عالميه. وسمعت ان هو رجع، طبعا قالها رسمي ان هو رجع لحميد الشاعري، ودي حاجه جامده جدا. اتمنى ان يكون في نوع موسيقى جديد. لما جيت فكرت قلت طب عمرو عمل كل انواع الموسيقى، ايه الجديد اللي هيعمله؟ فخطوه الراب جامده جدا لو اتعملت، اتمنى ان هي تتعمل، ولكن تتعمل ديو مطرب بقى عالمي، حد جامد جدا، معرفش. بس انا اتمنى انه خطوه الراب تتعمل، لكن بشكل ديو، ما يكونش عمرو يغني راب لوحده، لانه انا وجهه نظري لما تكون ديو هتبقى حاجه جامده جدا، وخصوصا لو حد رابر، لو حد بيغني راب اصلا عالمي، او لو حتى هيعمل الديو مع عبد الله تبقى برضو حاجه مختلفه. لكن لازم تكون حاجه كاتشي جدا، مش لغرض انه عمرو بيعمل حاجه جديده وخلاص. يعني انا قلت لكم انا شاري انه ما يكونش فيه البوم، مفيش مشكله، مفيش اغاني دراما، موافق، عيش. لكن حته ان انت تعمل اغنيه لغرض التجربه وبعد كده نشوف، لا، احنا نعمل اغنيه راب تكسر الدنيا، ايه المشكله؟ فاتمنى انه خطوه زي دي تتعمل. وعلى فكره انا الفيديو اصلا انا كاتب عمرو دياب هيغني راب، مش هيغني راب بمعنى انه هيغني راب، انا حاطط في الاخر علامه استفهام، وهو سؤال واحنا بنجاوب عليه. وحته يا جماعه انه حد يقول لك الالبوم امتى والاغنيه دي نازله او لا، انا بقول لكم محدش يعرف، وساعات عمرو ذات نفسه ما يعرفش امتى الالبوم وامتى في البوم ولا لا، لانه دايما في متغيرات بتحصل. فحته التكهنات وان انا اطلع اقول يا جماعه في اغنيه، انا دي ما تستنوهاش مني، لانه بيجي لي رسائل كتير جدا، هو اخبار البوم عمرو ايه؟ بجد انا ممكن، احنا مع بعض بنطلع فيديو لايف ومع بعض بنتكلم وكده، فممكن اطلع اقول اتمنى زي دلوقتي، انا بقول اتمنى ان عمرو يعمل راب بس بستايل معين. بس ده اللي كان عندي النهارده. وقولوا لي انتوا رايكم في الفكره، ايه رايكم لو عمرو عمل ديو راب
مع مطرب جامد جدا عالمي او مع عبد الله اي حد تاني، انا عن نفسي مش هتقبلها يعني. يا عبد الله ابنه لو هيغني راب او حد من ولاده يعني، او هم كلهم معرفش، او حد عالمي. وعمرو يستحق ان هو بجد يعمل ديو بقى بجد عالمي بجد بقى، خلاص يعني، يعني خلاص كلام خلص. بس ده اللي كان عندي النهارده، مستني تعليقاتكم تحت في الفكره وشايفينها ازاي. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.